الله تعالى وبركاته. اليوم اختاريت نقدم لكم واحد الوصفه ديال المادلين او المافن كيف كيسميه البعض بالشكلاط، نزولا عند طلب واحد المتواصله اللي طلبت مني هذا المافن، وان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. المقادير كنحتاجو عندنا هنايا جوج كيسان ديال العنبه ديال دقيق الفرس الابيض، عندنا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، عندنا ماشي كاس صغير ولكن زايد عليه شي شويه ديال الحليب، عندنا جوج ديال الياغورت الفاني او اي نكهه بغيتو، هنا غادي نقصو منه معلقه كبيره، عندي بيضه، عندي رشه ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال البيكين باودر او خميره الحلويات، عندي معلقه كبيره او حسب الاحتياج شحال غادي نحتاج ديال الكاكاو المر، عندي هنايا شويه ديال الفاني السائله، والاضافه اللي غادي نزيدها هنايا كاستوس عندي هنايا واحد الرشه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز. كيف كتشوفوا غادي نقسموا المقادير على جوج، غادي نخليو المواد الناشفه من بعد غادي نخدموهم. عندنا الزيت، الحليب، و عفوا سميتو الفاني والحليب والبيضه، غادي نخليوها من بعد، ناخذوا المواد الناشفه وغادي نخلطوهم مع بعض في هذا البول. هذا ناخذوا الدقيق غادي نفرغوه هنا في البول، غادي نزيدوا عليه السكر حتى هو، هاد المواد الناشفه كامله غادي نجمعوها مع بعض، نديرو هنا الرشه ديال الملحه مغاديش نكثرو بزاف، وغادي نديرو هنايا الخميره، وغادي ندير شويه من الخميره الفوريه يعني غير واحد الرص ديال المعلقه صغير يكفي هكذا. اذا غادي نخلط، اذا غادي نجيب واحد الصفاي باش غادي نغربل هاد الكاكاو لانه عندي شويه مكور، ونطلقوا. هنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره حتى نشوف على حسب اللون اللي بغيت انا، يكفي. غادي نخلط هاد الاضافه ديال الكاكاو يمكننا نضيفوها حتى بعد ما نبقاو نخلطوا في المواد السائله، ديك الساعات غادي نضيفو اللون ونغمقو على حسب اللون اللي بغينا حنايا. اذا غادي نزيد واحد الشويه، اذا غادي تكون عندي هنايا قياس معلقه كبيره لانه دغيا تيطلق. ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نخلطو المواد السائله. زو نخلطوا المواد السائله، نبداو بالبيضه. بسم الله غادي نضيفوا هنا عندنا الزيت، غادي نطربوا شي شويه، نخلطوا مزيان، نديروا القطره ديال الفاني باش تعطينا شويه النكهه، نكملوا بالحليب، نبقاو نخلطو مزيان، ونضيفو قلنا الياغورت بعد ما نقصو واحد المعلقه، واحد غادي نضيفوه كامل، والاخر نخليو منه واحد الملعقه. خليت هنا على حساب ملعقة كبيرة، ونكمل الخلط. نضيفو هاد السائل اللي خلطنا على هذاك المقادير اللي كنا خلطنا في الأول ديال الدقيق والسكر الخميره، ونخدمو مزيان، نخدمو مزيان
هكا فواحد لو بول كبير. بعدا هذاك اللي كنا عملنا فيه المقادير الناشفه هكذا، هانتوما كتشوفوا الخليط كيجي شويه ثقيل، ما كيكونش خفيف بزاف. اذا انا غادي نكمل الخلط وغادي نخليه يرتاح على الاقل 4 ساعه، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نعمروا لي كوب ديالنا ديال الاوراق ديال المادلين. ما ارتحت لنا العجينه 4 ساعه وعملت لنا الفقاعات، نحضروا امامنا واحد الكؤوس ديال لي مادلين. كيف كتشوفوا راه كاينين في الاشكال والالوان، انا اختاريت هنا البني وغادي نحاولوا اننا نعمروا هنايا، نعمروا نص ديال هاد الكؤوس بالعجينه على هاد الطريقه هادي حتى نكملوا باقي الكؤوس. هنايا الفران راني سخنتو، عندي الفران ديال الضو 4 ساعة هو كيسخن، باش غير غادي ندخل هاد لي مادلين غادي يطلعوا ليا بسرعة ونحضيوهم. بعد ما نطيبوهم من التحت نوليو ايضا نعملوهم باش يطيبوا لنا من الفوق. هنا اللي بغى يزين بالحبيبات ديال الشكلاط ممكن انه يدير الحبيبات ديال الشكلاط، انا غادي نزينهم بطريقتي الخاصه ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يخرجوا لنا من الفرن. هنا او المادلين ديالنا ها هو هذا بعد ما خرجته من الفران. النصيحه اللي نعطي لكم في الطياب انه بعد ما تسخنوا الفران 4 ساعه ويسخن مزيان غادي تطفيوا النار ديال الفوق وتخليوا غير النار ديال التحت، تخليوهم حتى يطلعوا ان شاء الله ويتنفخوا لكم لمده 10 دقائق، من بعد عاد تشعلوا عليهم يعني النار من الفوق باش يطيبوا هكذا، يعني ما غاديش يتحمروا لكم وانما غادي يتصهدوا فقط ويطيبوا ويتنفخوا لكم. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، انا غادي نزينه بالطريقه ديالي ونتلاقاو بعد لحظات.